تقول السائل: هل يجوز لي مصافحة زوجة عمي مع العلم أنها مسنة؟ لا يجوز لك أن تصافح زوجة عمك ولا خالك، فلو مات عمك أو خالك تزوجتها فهي ليست من حارم الأبدية. وفي سنن أو في معجم الطبراني بسند صحيح عن مالك بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يطعم أحدكم في رأسه مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.